تقرير حيث افتتح دكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان مصنع الهرمونات التابع لشركة أكاديما، مما يعد خطورة طبعا نحو أو خطوة نحو تغطية نقص الهرمونات اللي بتستخدم في إنتاج حبوب منع الحمل وعلاج العقم في سوق الدواء المصري، وبتستخدم أيضا في بعض العلاجات. نشوف هذا التقرير ونعود لاستكمال أخبارنا مشاهدينا، خليكم معنا. طفرة علاجية لمنظومة العلاج المصرية بعد إنتاج مصنع شركة أكديما هرمونات لحل مشكلة استيراد حبوب منع الحمل وعلاج العقم وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بالتزامن مع توجه الدولة لتشجيع الصناعة المحلية. هو مصنع عشان يقدر يحل لنا مشاكل النواقص اللي موجودة عندنا. أهم حاجة كانت عندنا في النواقص أو حاجة من النواقص هي كانت الهرمونات. أدوية الهرمونات دي كانت مشكلة شديدة جدا، وأنا قلت وهقول مرة تانية إن إحنا في 11 شهر 11/2016 كانت مشكلة نقص الدواء اللي تمت بعد تحديث سعر الصرف، وعشتوا فيها كلكم معانا، وكان في 148 صنف دواء غير موجودين في السوق المحلي، وكانت كلها بيتم استيرادها من الخارج، من ضمنها مجموعة الهرمونات. سافرنا كان في حلول تم عرضها على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل هذه المشكلة. كانت الحلول سريعة المدى بأن احنا نروح نستورد بالموازنة المصرية أدوية سريعا عشان نغذي السوق المحلي. ده كان الحل السريع المدى. الحل المتوسط والطويل المدى كانت إنشاء مصانع تضخ دواء للسوق المحلي. ده أحد هذه المصانع. الكلام ده كان في شهر 11 وإحنا دلوقتي في شهر 7. المشكلة دي في 11 وفي 7. كانت ده أول مصنع هرمونات حقيقي يطلع وينتج، وأنا بقول جملة إن المصنع ده بكل هذه الإمكانيات خلصناه في 17. ده أول مصنع هرمونات متخصص هرمونات بس بجانب ايروسول، يعني كل منتجات الايروسول سبرت مصنع مستقل لاخر. فده بيتيح الفرصه لجميع المصانع في مصر تصنع المنتجات بتاعتها هنا في تحت مواصفات عاليه بمطابقه لكل المتطلبات. الحقيقه المصنع ده هينتج حوالي مليار قرص سنويا، احتياج مصر حوالي 60% بس من المليار، فانت يبقى عندك كميه تغطي بيها السوق، وفي نفس الوقت عندك فرص للتصدير للبلاد الاخرى، بجانب حوالي 60 مليون امبول و60 مليون فايل، برضه احتياج مصر هيبقى يتغطى كله، وحوالي 20 مليون من كل امبول او الفايل تقدر تصدره للدول الخارجيه. ففعلا هو اضافه جديده للسوق المصري. احنا بنعتبر نجاحنا النهارده مش في ان احنا انشأنا مصنع ادويه، مصانع الادويه موجوده في مصر وفي كل الدول اللي حوالينا، انما احنا بنعتبر نجاحنا ان احنا نقلنا تكنولوجي صناعه الهرمون. مصر بما لها من خبره كبيره في صناعه الدواء، الا ان الهرمونز لم يتطرق اليه احد لغايه عام 2017. ليه؟ لان التكنولوجي عاليه جدا، فيها نو هاو، مكلفة جدا في تطبيقها، لأن الهرمونز لها تأثير على العاملين وعلى البيئة، فليها اشتراطات عالية جدا من منظمة الصحة العالمية. ده اللي كان بيخلي المستثمرين أو مصنعي الأدوية ما بيحاولوش يخترقوا هذا المجال. النهاردة عملنا مصنع فيه 4 خطوط إنتاج، خطين أقراص، خط فايل وخط أنبول، بطاقات تكفي مصر في 40% فائض للتصدير. توسعات في القارة الأفريقية تسعى لها الشركة المصرية لتعود الريادة لمصر في صناعة الأدوية بالقارة السمراء، بالإضافة إلى تغطية السوق المحلية من الاحتياجات الدوائية. كريم عبد الكريم، صباح دريم.